الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي رمز الأصالة والشموخ. فعلموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، فهو خير لهم. عرض الفروسية. يستعرض فريق الفروسية للأكاديمية والكليات العسكرية مهارات رياضة الفروسية بمشاركة فرسان وفارسات نادي الفروسية للقوات المسلحة. والجدير بالذكر حصول المنتخب العسكري لقفز الحواجز على الميدالية الذهبية بالبطولة العربية العسكرية والتي أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. كما يشارك احتفالنا اليوم الضباط المكلفون من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يقوم الناشئون ومعهم فرسان القوات المسلحة أبطال البطولة العربية العسكرية 2024 بالقفز الفردي على الموانع الثلاثية المركبة. على الجانب الأيمن من المنصة تتقدم مجموعة من فرسان الأكاديمية لتنفيذ القفز من على الحواجز. على الجانب الأيسر من المنصة تتقدم مجموعة أخرى من فرسان طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ رياضة التقاط الأوتاد. ثم يؤدون القفز الزوجي والتدرج في قفز الارتفاعات وصولاً لارتفاع 150 سنتيمتر. تعد رياضة التقاط الأوتاد إحدى الرياضات العربية الأصيلة وأبرز ألعاب الفروسية التي تميز بها الفرسان العرب منذ سنوات طويلة، فهي رياضة مليئة بعناصر الطموح والتحدي، وتعبر عن مهارة الفارس وذكائه وقوة تركيزه وتمكنه من جواده. تتقدم مجموعة من الفرسان وطلبة الأكاديمية المقاتلين في تشكيل رأس الحربة لالتقاط الأوتاد المخصصة لهم. والجدير بالذكر أن إصابة الوتد تعد إصابة صحيحة بمجرد طعن الفارس الوتد المخصص له بواسطة رمحه. شكل الطلبة بأجسادهم شكل الحصان رمز الأصالة والعراقة. في توقيت متزامن نشاهد قطارين متوازيين، كل منهما مكون من 5 فرسان يتقدمون في جرأة وجسارة لالتقاط الأوتاد.
يقوم فرسان فريق المنتخب العسكري باستعراض مهاراتهم، فأمامنا الآن أحد الفرسان يقوم بالتقاط حلقتين متتاليتين ثم يلتقط الوتد بمهارة ودقة شديدة. يليه إحدى الفارسات تلتقط الوتد من بين أقدام فرد من الوضع واقفاً. فيليها فارس آخر يلتقط وتداً من أمام فرد مرتكز بجرأة وإقدام. قطار فردي مكون من 10 فرسان يتقدمون بكل خفة ومهارة لالتقاط الأهداف المخططة بكل شجاعة وإقدام. إنهم فريق الفروسية للقوات المسلحة، وقد تحصل المنتخب العسكري لالتقاط الأوتاد على المركز الأول في البطولة العسكرية العربية وبطولة موسكو الدولية بمشاركة 4 فرسان من القوات المسلحة.